ديناميك ثالثة ثانوي بعد ما عملنا ليتود سينيماتيك تاش نعملوا ليتود ديناميك باش تتميزي واش من الفرق بيناتهم. تو سامبلومون في ليتود سينيماتيك نقراو على تو سكي ان فونكسيون دو تان جوست الفيكتور اسباس او ام دو تان والفيتيس ان فونكسيون دو تان والاكسيلاسيون ان فونكسيون دو تان. مي في ليتود ديناميك باش ندخلو فيها لي فورس ابليكي او كور كي بوج. والدرس هذا الميزة نتاعو في قاعدة واحدة، شنو هي القاعدة هذه؟ اللي هي لا سوم دي فورس اكستيريور ابليكي ا ان كور بونكتويل ايت ايغال ا لا ماس فوا لاكسيليراسيون دو سو كور. اتونسيون، دون ان ريفيرونسييل غاليليان بيان اونتوندو. بون شنو هو الريفيرونسييل غاليليان؟ احنا قاعدين توا نقراو في وسط ريفيرونسييل غاليليان الدرس بكلو، معناها نجم نقول لك اون سوبوز دون تو لو شابيتر كو نو سوم دون ريفيرونسييل غاليليان. لكن علاش نذكركم فيها؟ خاطر في علم الفيزياء اون جينيرال القاعده هذه ال ني با ابليكابل اوتر كو دون ان ريفيرونسييل غاليليان اللي نقولوا له زاد انيرسييل، جوست هو نسبه الى غاليلي اللي فسرها. بون جست نفسر رابيدمون شنو هو ريفيرونسييل غاليليان. هو الريفيرونسييل اللي يكون في وسطه الكور يا اما ايموبيل جمله يا اما موفمون ريكتيليني يونيفورم بارابور لو روبير هذاك. مثلا باش نعطيك اكزامبل صغير، انا واقف قدام تران على الكي، هذا الكي، وقت اللي تران يمشي يونيفورم بارابور للكي، شفت هذا التران يمشي ريكتيليني يونيفورم، الكي اللي واقف فوقه أني يتسمى غاليليان على خاطر يحترم أنه التران قاعد يمشي بارابور للكي هذاك في موفمون ريكتيلين يونيفورم. زاد اللي في وسط التران، حتى هو الشخص اللي في وسط التران بالنسبة ليه التران إيموبيل، ما لا حتى هو دون ان ريفيرونسييل غاليليان. زاد لو كان واحد يغزر في الفضاء البرة من الارض، معناها الميرا تران في موفمون نوع اخر بارابور لي هو، دونك هو ينجم يكون ماهوش في ريفيرونسييل غاليليان. ان توكا قلنا اللي في درسنا اوني سوبوزي دون ان ريفيرونسييل غاليليان، ولكن تحب تتعمق مليح كان تفا وتركز فيها الحكايه هذه تنجم تحل فيديو نتاع الان برنار ريفيرونسييل انيرسييل الان برنار، ذيك فيها تفسير طول عليه بالك تحفون برشا. احنا تو اللي يهمنا في درسنا كيفاش نابليكيو قاعدة هذه على الاكزرسيسات نتاعنا، وهذه اسمها لا لوا فوندامونتال دو لا ديناميكا، اللي هي بلو بريسيزمون في التيوغام دو سونتر دينيرسي تقول اللي بريسك يبيدا لا محالة، تقول اللي لا سوم دي فورس اكستيريور ابليكي ان كور دو ماس ام اي كي ا ان سونتر دينيرسي جي ايت ايغال لا ماس فوا لاكسيلاسيون دو سونتر دينيرسي جي. كي نحكيك على اكسيلاسيون هنا الكور هو يرجع بونكتويل، ونولي نحكي على لاكسيلاسيون تاع سونتر دو غرافيتي نتاعو. وبالطبيعه نحكيو على لي فورس اكستيريور على خاطر لي فورس انتيريور او سيستيم ما ياثروش فيه. باغ اكزومبل نجم ندز كهربه من برا، ان اون بو بوسي اون فواتور وهو لبرا، مي وهو في وسط الكهربه بقوته الخاصه مجمش يل بوس لا فواتور. دونك اون بارل دي فورس اكستيريور. باش يصلح كيفاش باش نفهموه توا احنا الدرس هذا، اي نابليكيو على شوت ليبر. باش نحكي على حاجه سايبتها باش تطيح، معروفه شوت ليبر فيها موفمون او باش نثبت اللي هو يونيفورم ما فاري. سايبت ان تو شوت ليبر نتاعي عملت ريبير اوني ديمونسيونيل او اي هكا هاو، باش نخلي لك اي ديريجي فيغ لو با. بون نجم نعمل ريبير في الاي ديريجي الفوق، راه نجم نسميها هكا بيان سور، جي اللي تحب انت. المهم نعطي وحدة نحسب بها في وسط روبير يونيتي دو ميزور. هيا نابليكيو توا الغولاسيون فوندامونتال دو لا ديناميك على كالبي هذيك اللي طايحة. دونك لا سوم دي فورس ابليكي على بي ايت ايغال لا ماس فوا لاكسيليراسيون. لاكسيليراسيون تاع شكون؟ تاع لا بي. شنو هما لي فورس ابليكي على بي؟ هما بوا كاها وعندها كان بوا ايت ايغال ام جي، بالطبيعة اكتيفا فيكتوريال نخليها فيكتوريال اوبليغاتوارمون بيان سور، مش تجي تقول لي بي تيغال ام جي هك، لا سي غراف سا. فيكتور ايغال فيكتور، سكالير ايغال سكالير، ايغال ماس فوا لاكسيليراسيون، ماس فوا لاكسيليراسيون. بون جي نعرفو اللي مقبلة، بون نو سافون كو سا سي لا تيغ، دونك جي عاملة هك مقبلة الغادي، دونك جي بوزيتيف بالنسبة للروبير اي هك، تو نعملك واحد اخر اي مقبلة الفوق. به انا كي لقيت اللي ام جي تطلع ام ا، شنو معناها؟ معناها جي ايجال ا
هيك علاش نسميوها لاكسيلاسيون دو بيزانتور. نمشيو نعملو ايتود على السيني تاو نتاعهم. تاو بون الا دو بوان دو في ماتيماتيك فيكتور ا ما يطلع نورم بلوتو سامحني فالور الجبريك دو لاكسيلاسيون اللي ما نعرفش عليها بوزيتيف ولا نيجاتيف بارابور لهذايا فوا اي فوا اي فالور الجبريك دو ا فوا اي و جي تطلع فالور الجبريك دو جي فوا اي بي. نمشيو للفالور الجبريك تاو جي بوزيتيف ولا نيجاتيف في الروبير هاكا جي متأكدين منها ماشي هاكا جي بوزيتيف في وسط الروبير هذاك تاع عندها نفس السونس مع الاي خاطر مقابله على الارض دونك الفالور الجبريك متاع جي تكون متأكدة منها سي اون فالور بوزيتيف جو سوي سور بالطبيعة هذا يأكد لي الوغ اللي الأ زادا حتى هي سي اون فالور بوزيتيف اون سور علاش على خاطر ليكريتور فيكتوريال هذه عطاتني اللي الفيكتور جي هو الفيكتور ا مالا شنو المسناس مستنتجوه بالضبط علاش نلوجو شنو المبحوث عنه احنا سبوزو عندي لاماس في اكزرسيس معين اللي نلوج عليه هو الاكسيليراسيون قداش دونك هوني الاكسيليراسيون تطلع قد الفالور نتاع جي او بوزيتيف زد دونك الاكسيليراسيون هوني باش تطلع يا اما 10 يا اما 9.8 او 10 متر بار سكوند موان 2 هي حكايه سهله راهي هوني مي تيلمون سهله ساعات تبدا سهل ممتنع نطبقوا البرانسيب فاندامنتال دو لا ديناميك شوفوا علاش نلوجو انا هوني ما قلتلكش من الاول نلوج على الاكسيليراسيون ونحترموا سورتو قواعد لي فيكتور والاتجاهات جوست فما جماعه ماهمش فاهمين حكايه ا الجبريك ولا ماهيش الجبريك الاكسيليراسيون هوني حطيت انا ا من غير ما حطيت لا فلاش ولا حطيت نورم شفتها خاطر كان باش نحط نورم بالسيف عليها حكايه موجبه هوني مهما كانت الا سوا في اصلها الاصيل بوزيتيف ولا نيجاتيف لازمني نحط موجب يعني 9.8 ودايوغ نحط لونيتي ونقص معناها ما نحطش فلاش كان كتبت اه هكا هذه تحمل في داخلها هذه الكريتور هذه الاتجاه والسيني وكل شيء دونك سيرتينمون مش نحط اون فالور ومش نحط هوني اي دونك سيرتينمون زيدا اذا كانها مع الاي راني نكتب بلوس 9.8 اي ونسكت كانها ضد الاي راني مش اوبليغاتوار مش نحط موان 9.8 ونسكت دونك هوني بوزيتيف وكي نكتبها هكا الا دونك هوني لا حطيت لك لا فلاش ولا حطيت لك زاد نورم اش معناها معناها سي اون بور فالور الجبريك يعني يا اما موا 9.8 متر بار سكوند وكاها ومن غير الاي خاطر ما حطيتش فلاش كانها في النيجاتيف والا زاد بلوس اللي هي الكاب تاعنا بلوس 9.8 متر بار سكوند موان 2 تو سامبلومون ان طونك فالور الجبريك ومن غير ما نحط الفيكتور وهذه مجرد بريسيزيون للناس اللي ضايعين في حكايه فالور الجبريك والنورم وفالور فيكتوريال دونك هوني شنو نقول على الموفمون الوغ سي تان موفمون اونيفورميمون فاريي اونيفورميمون فاريي بون لونيفورميمون فاريي نعرفوا اللي هو عاده يا اما اكسيليري يا اما روتاردي او ديسيليري احنا هوني انا هي منهم كي تبدا الاكسيليراسيون في السونس هي والفيتيس راهو اكسيليري احنا هوني جانا اكسيليري فوالا الاكسيليراسيون بتاعو هي الاكسيليراسيون بيزونتور شنو السؤال الاخر اللي لازم نساله لك انا هوني شنو هي ليكواسيون اورير اش معناها ليكواسيون اورير خمم شويه اكس ان فونكسيون دو طون الاكس دي اكس هو هذا بون نجم نسميه غريغ سي با سا لامبورطون لامبورطون ليكواسيون اورير اللي قريناها في درس الموفمون ريكتيليني جوست الدرس اللي فات حفظناها حفظناها وقتها شنو قلنا غريغ دو تي ا تو مومون تي معناها كل كسوا بلاصتها في اي لحظه من اللحظات نجم نعرفها ليكغريغ قداش بنا فورمول ب 1 دمي فوا لاكسيليراسيون فوا الزمن اللي اخترتو او كاري بلس الفيتيس انيسيال فوا بيان سور الزمن اللي انا فيه بلس لابسيس انيسيال اكس 0 يعني منين تيبدا هذه ال مو ديكري لو موفمون اكزاكتومون سور لاكس في كي او واي تاع لابي اون فونكسيون دو طون معناها نجم نقول ا 0.08 سكوند وين موجود فين بقعه وقتها تولي لي اللي غريغ في 0.08 سكوند مش يطلع 1 دمي فوا لاكسيليراسيون اللي ديجا حسبناها فوا 0.08 او كاري بلس لا فيتيس انيسيال هوني نولا فوا تي دونك دونك في كل مره نعاود نفسر معناها ايكواسيون اورير دونك هذو مزوز طاحوا 0 اوكي ما طاحوش 0 عندهم دو فالور انيسيال دي فالور في شوت ليبر بالذات حكيت لك ملول على اون شوت ليبر d'une bille libérée sans vitesse initiale dans un certain point اللي اعتبرناه l'origine du repère نجم نفس البي على روبير واحد اخر يجي غير كي يقول لي نحب نرسم روبير هكا ان ونحب نحط الاو من هنا من غادي ونحط هذا 1 سنتيمتر
نجم انت وقتها الاكس تولي 1، الاكس 0 باردون، ولكن بالمتر 001 متر بالطبيعه. كيف تبدا غولاشي سون فيتيس انيسيال هذه نول، وكنقول لك دزيتها باش نعطيك الفيتيس اللي دزيت بها، كيما النجم زيد نخليك تلوج عليها. دونك ليكواسيون اورير طلعت في نهايه الامر 1 دومي فوا 9.8 تي او كاري. بون طلعت 4.9 تي او كاري ليكواسيون اورير نتاعو. نعمل نفس الفازه ونقلب الروبير، نحطهم قبل فوق معناها، سيتادير نجي نحط الاي ماشي الغادي، شفتها هذه الاي عادي. دايور كان جي نخدم في الروبير او اي جي، انا بطبيعتي نلقى الجي ماشي الغادي، معناها كي نحط البوا باش نلقاه نيجاتيف لو بوا في الروبير هذا بالذات. دونك الروبير ما هو الا اداه ماتيماتيك، ركبو وحسب شنو طلعولك في وسطو، مش هما نيجاتيف بالحق ولا هما بوزيتيف بالحق لي فالور، مي في وسط الروبير اللي انا خدمت فيه هو اداه نتاع كالكول، بعد ما نحسب ننساه الروبير، المهم خرج لي دي فالور. دونك هوني نعاود نابليكي نفس لي برانسيپ دو لا ديناميك. دونك لا سوم دي فورس اكستيريور اي ايغال لا ماس فوا لاكسيليراسيون. شنو هما لي فورس اكستيريور؟ قلنا البوا، لو بوا يطلع ماس فوا لاكسيليراسيون. شنو هو البوا؟ هو ام فوا جي. نعرف اتجاه جي بارابور للاي ولا لا؟ قلت بارابور للاي، مادام الارض مازالت في بلاصتها جي مازال مقبل الارض، دونك في الكا هذه جي عكس الاي، دونك في وسط الروبير هذا بالذات جي نيجاتيف. هذاك علاش نتحصل على ام ا اللي مجهوله تماما خليتها ا، خاطر بور لو مومون ما نعرفش الاش مش تجيني، ايغال ام فوا موان لا فالور بوزيتيف دو جي. دونك كوني متاكد انك كتبت حاجه سالبه، اي هكا كتيبه صحيحه. بون هي هكاك، يعني وقت اللي باش نخدمها الجبريكومون، ستادير نكتب ام فوا لا فالور الجبريك نتاع ا اللي ما نعرفش عليها بوزيتيف ولا نيجاتيف في الروبير نتاعي، ام فوا ا تطلع ام فوا جي ان طونك فالور الجبريك، او بيان جو بو اكخير اوسي ام فوا موان نورم دو جي. يا نكتب جي الجبريكومون اللي في داخلها تخبي الموان، يا اما نكتب موان البوزيتيف. دونك انا هذي اللي كتبته هوني هذا سالب بكل، خاطر الماس موجبه والفالور دو جي موجبه. جو سامبليفي، ولات عندي الاكسيليراسيون هي موان جي. دونك الاكسيليراسيون شوش نعمل هوني اللي في الكادر الاحمر حاجه نيجاتيف، دونك الاكسيليراسيون هوني نيجاتيف بارابور لروبير اللي رسمته هنا. خد بالك انا هذي كتبتها فالور الجبريك، نختزل ايه معناها هوني تو سامبلومون. هاكا هوني اسهل، A est égal moins pardon moins gi. Maintenant, l'accélération A, mais je t'attends moins 9.8 i. C'est quelque chose comme ça, en tout cas. Ok, on a zouz collinaire, mais qu'on a zouz négatif repéré. Quatre zouz algébriquement qui font ensemble. حسب الrelation fondamentale de la dynamique. هوني باش تسأل روحك حسب الفالور نتاع ال اللي لقيناها، الموفمون شنيا النوع نتاعو؟ إلي يونيفورمومون فاري، علاش؟ خاطر لقينا الاكسيليراسيون كونستانت، كونستانت معناها ان ريال نومرو انديبوندون دو تي، مفيش تي، ما كتبناش ا دو تي، ما لقيناش حاجة بالتي، لقينا نومرو كامل ريال رقم. كيف تبدا الاكسيليراسيون كونستانت؟ راهو يونيفورمومون فاري، اكسيليري ولا ريتاردي؟ اكسيليري، علاش؟ كيفاش نعرف حاجة اكسيليري ولا ريتاردي؟ لازم الجبريكومون ا فوا في تطلع بوزيتيف، يعني من الاخر فرد سونس الفيتيس هك والا هك، دونك اكسيليري. بون ابليكاسيون سامبل، هذي ديجا في الدرس اللي قبله الموفمون ريكتيليني عملنا ابليكاسيون لشوت ليبر زادا، تو سامبلومون ابليكينا ليكواسيون اورير هذيك اللي توا حافظينها ونستعملوا فيه، اللي هي ليكواسيون اورير هوني هي اكس ان فونكسيون دو تون ايت ايغال ان دومي فوا لاكسيليراسيون تي او كاري plus la vitesse initiale ما نعرفش عليها قداش t plus l'abscisse initiale. هوني في تمريننا dans la chute libre la bille elle est relâchée sans vitesse initiale donc ça c'est nul. و l'abscisse initiale c'est nul aussi حطيناها في ال O حالة خاصة بطبيعة. طلعت لي مالا ليك en fonction de temps هي 1 demi de a t au carré. ترد بالك a هوني لا حطيتها لك هك بوزيتيف قطعا، ولا هي هذيك الجبريك. احنا ا الجبريكمون ايت ايغال ا موان
9,8 دانكوني اكس ان فونكسيون دو طون خاطر في الربير مقلوب تطلع موا ان دومي فوا 9,8 تي او كاري موا 4,9 تي او كاري. بون طبق حتى اي انستان تي تحطو انت 0.5 0.8 سكوند باش تلقى روحك هوني ولا هوني ولا هوني. لابسيس اللي تحط عليها انت غادي نيجاتيف ولا بوزيتيف على الروبير هذاك، هاكا جاية عكس الاي معناها نيجاتيف بالحق. البلايص اللي هوني لي زيكس دو تي كلهم باش يجيو نيجاتيف عادي باحترام الروبير. دونك الروبير تحترمو ماتيماتيكمون وكهو طبق عليه بت مول مات، خاطر هاكا في الاخر جاب لي لي فالور صحاح، جاب لي لاكسيليراسيون، جاب لي الموفمون تاعي اكسيليري ماهوش غوتاردي حتى ولو قبلت الروبير الفوق. درس هذي فيه كلمتين أكهو وبكل مفاهيم متخبية داير نعرفهم حتى من قبل depuis les années اللي فاتوا. نجمو نابليكيو لو برانسيب فاندامنتال دو لا ديناميك هذاك فين نحبو على اي كا من لي كا نتاع لي سوليد اللي هما اون موفمون كلكو سوا حالتو. باش نابليكي لك توا على سوليد في بلان انكليني. بون يبدا طايح هو سوليد في بلان انكليني، باش نعطيك الفرق بين الدوزيام والتروزيام. في الدوزيام قرينا اللي هو اليكيليبر معناها مشدود برسور ولا بحاجة واقف في بلاستو، في التروزيام لا قاعد يتحرك. هذاك علاش نولي نخدم بهالغولاسيون دو لا ديناميك اللي تقول لي فورس اكستيريور. هاي سيدي خلينا نصورها مو مقبل. اولا لازمني ان روبير، الروبير هذا جوست باش نعمل فيه بروجيكسيون دي زاكس نقصد، جوست باش نعمل عليه لا بروجيكسيون. اللي مش فاهم هذه ارجع دوزيام انيك فما فيديو اسمها سوليد سوميا 3 فورس، مي جوست الفيديو القديمه جوست شوفها باش تعرف كيفاش تعمل بروجيكسيون. احنا باش ندخلوا الاكسيليراسيون في الحكايه. الوغ لي فورس هما البوا زيد لا رياكسيون اللي هي تدز فيه الفوق. قلنا الرياكسيون دو بلان تكون بيربونديكولير ليه وقت اللي ما فماش فروتمون، دونك باش نكتب لك سان فروتمون. دونك لو بلان اي سوبوزي ليس. الغولاسيون تقول هوني اللي البوا بلوس الغياكسيون مش تعطي ماس فوا لاكسيليراسيون. هوني لاكسيليراسيون حاجة مجهولة بور لو مومون، انا باش نطلعها باستعمال الغولاسيون فوندامونتال دو لا ديناميك كيف نعمل لا بروجيكسيون سور لي زاكس. عندي فكرة فقط بالنسبة لاكسيليراسيون الا على الاتجاه نتاعها، يعني الديريكسيون نتاعها. ديجا فاهمين سينيماتيك نجمو تعرفو الديريكسيون نتاعها، اذا كان الفيتيس هك لاكسيليراسيون زادا معاه. ما لا إل نعرف روحي إلي الأكسيليراسيون هذي موجودة ديريكسيون بتاعها على الأكس هذي، راهو سي تان سيستيم داكس هذي مش روبير دوبسيرفاسيون. معناها نابليكيو على رواحنا أنا بزوا دان أونجل بيان سور سولوي لا حاجتنا بيه. بطبيعة الحال هذا أون جينيرال هو هذا راهو، ودايوغ هو بيدو هذا هاكا. أرجع للويتيم تاع تعرف تاع خاطر هذيا تاع صغيرات معرفش نعاود نفسرها وإحنا كبار تاع المثلثات المتطابقة كيفاش الزوايا كيف كيف تفاصيل كي معاك نقولهم كيف لي كور انتراكتيف سينو فيديو تقطعتي. نعملو البروجيكسيون بك لونغل الفا معناها هالبوا هذي كومبوزونت نتاعو في هاك السيستم داكس اللي عملتو اني باش يكون هذي اللي هي الكومبوزونت على الاو يغريك اللي هي مش تطلع موان نورم دو بي فوا كوس الفا، وهذي لي كومبوزونط على او اكس اللي باش تطلع موان نورم دو بي فوا سين الفا. نحطو لي كومبوزونط تاع الرياكسيون ب نغزرو لها ماتيماتيكمون ان طونكو فيكتور ماخذا على او اكس ما فهم شيء نورم دو ار على او يغريك. اوكي نزيدو نحطو الا زيد الا باش نحطها بعيده شوي. ايش نعمل؟ نحط ا اكس اي غريك وإلا نحط AX و 0 وإلا نحط 0 AY هذا X و هذا Y. ما نقولنا الـ A عاملة هك معناها موجودة على X مش موجودة على Y، دونك AX و 0 أما الفالور مجهول تو سامبلومون. ما لا A و 0 AX ولا A نفس الشيء هوني بس كما عندي شو Y AY نبليكي تاو برانسيب هذايا. اش معناها mathématiquement parlant, si on va sommer des vecteurs, on va sommer les composantes, bien sûr. Donc déjà, حاجات ما جاي خدمو في الدوزيام تاو برشا برشا. هذي دونك معاها هذي معاها هذي مش يعطيو الإكواسيون اللي مكتوبة الفوق اللي هي موا بي
cos alpha plus 0 est égal masse fois A. Kif kif, c'est un système en fait, moins P sinus alpha plus R, j'ai là, masse fois la composante les honi, 0. إذا جوست عطي طول كتفكير أما بالطبيعة أنا تو باش نحسب الأكسيليراسيون باش نحسب الأكسيليراسيون حاجة كان بستر هذي بون إيسي موانا جي أوريونتي لاكس كيف ما هكا دونك عملت أو إي جي معناها كي نكتب الأ الغادي الجبريك مو راهي نيجاتيف معناها هذيا سيت أون فالور نيجاتيف دونك الأ إل إت إيكال سور إم أو كاريت حطيتها لك كوم فالور الجبريك لكن لا فالور بوزيتيف دو A لاكسيلاسيون نورم دو فيكتور إل إت إيكال أ لا فالور بوزيتيف سويفونت P سينوس ألفا سور لا ماس اللي هي إم جي سينوس ألفا سور لا ماس أون سامبليفي لا ماس مش تجينا جي سينوس ألفا نجم تحسبها فاسيلمون نجم تو نزيد لك الفرط مورا كيف يبدا ماهوش ليس هكا البلان هذي ماهوش ليس وفما فروتمون نعمل سيستم داكس ومش نحط الفروتمون توا دونك نعمل مستطيل هكا داير بالبي باش نعرف كيفاش نبروجيتيها دونك حتى اللي ساعات يوحل ولا ينسى نجم نعمل مستطيل كيما كيكا نحط لونجل هذي اللي حاجتي بيها باش نخدم بيها الفروتمون توا هو شنو ان فيت هو سيتون فورس راهي بنيوتن تابليكي هوني عكس اتجاه الهبوط الفيتيس نتاع الكور جو في اورينتي لاكس او اي جي هكا هكا الفروتمون هذاك وقت اللي يبدا موجود راهي هكا الرياكسيون هذيك ار تولي مايله تو سامبلومون كيفاش مايله هكاك علاهمش باش نحطها بيان سور تتعمل بالفيكتور فروتمون اللي هو يولي لا كومبوزونت اوريزونتال نتاع الار مش يكون ار تانجونسييل والار نورمال مش تكون R القديمة معناها كومبوزونت R نورمال وتولي لا رياكسيون دو بلان بكلها هي هذه الصفر معناها عبارة ال R ولات عندها Rx Ry ال Rx هذيك هي الفروتمون تاعنا Ry سميوها ال R نورمال كومبوزونت نورمال هوني اون فا فير الوغ اون بروجيكسيون انكور سور لي اكس دو نوفو برانسيب دو لا ديناميك بالطبيعة R بلس لو بوا ات ايكال لا ماس فوا لاكسيليراسيون هوني لاكسيليراسيون ما نعرفهاش باش نعاود نحسبها من جديد عندي معلومه وحيده عليها تقول اللي هي باراليل مع الاو اكس باش نعمل لك بروجيكسيون جوست على الاكس هذايا فقط خاطر داير حاجتي كان فيزيك دونك الار كي نبروجيتيها غادي اش مش تعطيني مش تعطيني نورم دو فروتمون والبوا موا نورم دو بي فوا سينوس لونغ هذيك الالفا خلينا نعاود نكتبوها بالكدا جوست في لا بروجيكسيون دو فيكتور اكسيليراسيون افيك لاخر نضربو في الام دونك تعطيني موان ام ا الوغ ديريكتومون جوبتيان تو سامبلومون لا لاكسيليراسيون اللي هي باش تعطيني ا ايكال نقسم كل شيء على موان ام بون تو كالكول في مش نلقى ال ا هي جي سينوس الفا موان frottement sur m donc c'est une autre valeur de l'accélération en présence du frottement alors خاطر مش كيف وقت اللي فما frottement كيف وقت اللي ما فماش frottement مش كيف وقت اللي le plan rigoureux وقت اللي le plan lisse احنا هون avec frottement mais je tiens à rappeler que ما منش منها بالكدا كان العبيد اللي خدمين برشا وهما في الكلاسات الصغيره خاطر تاو كي صرنا الكلاسات الكبيره اللي شفنا قبل الكل باش يولي يقدرنا ماله قدام جديد واحنا نستعملو فيه برشا اللي شفناه قبل دونك جانسيست كو فو ريفيزي تو سينو لي مخلطش يل توا ترافايي بوكو بوكو عطيكم صح